السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم. كي راكم دايرين؟ صافا شويه غايه، نتمنى ان شاء الله تكونوا كاع بخير وعلى خير. مرحبا بكم خوتي معنا، نشكركم على التواصل تاعكم، تواصلوا فيه معنا وعلى الدعم تاعكم. نقول لكم بارك الله فيكم، ورانا توجور معكم باش نفيدكم كل معلومه تتعلق فيزا اسبانيا ولا فرنسا. بغيت نقول لكم بارك الله فيكم، بارك الله فيكم وبارك الله فيكم على الدعم تاعكم وعلى الرسائل التحفيزيه تاعكم، وخاصه على الدعاء تاعكم اللي هو اللي يعطينا الطاقه ورانا نكملوا به باش نفيدكم كل معلومات تتعلق فيزا اسبانيا ولا فرنسا. اليوم المشكل اللي راه كاع الناس تعاني منه، والضغط هذا الناس اللي راهي تعاني منه في الكيسمو في لي رونديفو، فباش يقدموا رونديفو، مشكله تاع الصوره. يقول لك الصوره الشمسيه هذيك ما راهيش تفوت لي، ماناش نهضروا على الصوره تاع السيرفي. الصوره الشمسيه هي اللي تجي الفوقة في الموعد، الموعد كي تامبريميه تجي فيه صوره الفوقة، هذيك الصوره ماهيش تخرج لكم. علاش ماهيش تخرج لكم؟ باسكو راكم ديروها كبيره، وما تنجمش تجي صوره كبيره في ورقه 20x20، تلقى ورقه صغيره وتجي فيها الكتابه بزاف. على هذه لازم الورق الصوره تكون صغيره. بصح كيفاش تصغر الصوره؟ بزاف ناس عندهم مشكله. دروك انت الصوره تاعك كي غادي نعطيك كيفاش ديرها، دروك روح وجدها وخليها على جهه، ماشي تخليها كبيره ومن بعد يولي عندك بروبليم. الصوره مرام تكون 5x5، تكون مربعه الشكل. الصوره تكون مربعه الشكل. الصوره اللي عندنا حنايا تقريبا قعدنا تصاوير كبار، تصاوير كبار دروك صوره باش ترجعها صغيره، كاين حاجه سهله مهله. تدخل للموقع تاع جوجل، اكتب ضغط الصوره، اكتب ضغط الصوره يخرج لك، يخرج لك لي سيت تما بالبزاف. اكتب موقع ضغط الصوره يخرجوا لك، ادير الاول وادخل فيه سهله، غادي غير دخل الصوره تاعك يصغرها لك، ديرها 5x5. هنا المشكله وين راهي خاوتي؟ هنا مشكله بزاف ناس راهم يجوا عندي يطرحوا لي اسئله، يقول لي مراد انا عندي تليفون، عندي اوبو، عندي منا تليفون تاعي ما يصورش غايه، تليفون تاعي ما يبينش مليح. خاوتي المشكله ما راهاش في كاليتي ديماج، لازم نعرفوا المشكله وين راهي. المشكله راهي في حجم الصوره، ماشي في في الكبريه تاع الصوره، ماشي في الدقه تاع الصوره. الصوره مضبه ماشي مليحه ماشي ملاخره، بزاف ناس قدبوا بها وبزاف ناس لا. المشكله راها في الصوره، لازم تكون مربعه الشكل 5x5، معليش 5x4 ولا 4.5 ولا حاجه كيما، المهم ما تكونش اكثر من 5 هكذا باش تكون الصوره تاعكم مقبوله. خاوتي لازم نتفاهموا على حاجه، المشكله تليفونات كاع اللي عندها تليفون، التليفون تاعك كاع تقدر دير به خاوتي، تليفونات كاع تقدروا ديروا بهم. والصوره اللي راهي فيها المشكل هي الصوره الشمسيه، هذيك اللي ديرها الاولى، هذيك هي الصوره اللي غادي تخرج لك، ماشي الصوره اللي غادي تصورها في السيلفي هي اللي غادي تخرج لك في الموعد، لا الصوره هذيك. هنا خاوتي الصوره ما يهمش كيفاش تكون، باسكو هذه ماشي صوره تاع فيزا ولا اللي غادي يديروها لك في الفيزا ولا، هذه غير تاع موعد، هذا ما كان باش ياكدوا باللي نتايا اللي في الصوره انت هو مول الموعد، هذا ما كان خاوتي. على هذه ماذا بينا خاوتي، بارطاجوا لنا هذا الفيديو باش الناس اللي راه عندهم مشكل يوجدوا صوالحهم وفيها خير ان شاء الله، اللي فيها الخير ربي يجيبها. وكما قلنا لكم ونعاودوا نقول لكم، ما راح نبخلوا عليكم في والو خاوتي، حاجه ما غاديش نبخلوا عليها فيكم، حاجه نجموها خوتي والله على الراس والعين، حاجه ما نجموش عليها، الله غالب. الناس اللي راها تشكي تقول لك ما راناش نقدموا مواعيد وكل شيء، رانا مشكل بعد مشكل رانا نحلوا. دوك رانا المشكل اللي رانا صايبينه بزاف هو مشكل تاع الصوره، رانا ان شاء الله بربي نديروا المستحيل باش نقضوا عليه. الله غالب ما نجمش ندير لكم رابطه تحتها خاوتي، باسكو اليوتيوب يمنع حد صوالح على هذه. رانا قلنا لكم ادخل لجوجل، اكتب موقع ضغط الصوره يخرج لك عادي خويا، ما فيها حتى مشكل. ان شاء الله بربي الا عندكم كاش مشكل واحد اخر ولا زيدوا طرحوا علينا باش نزيدوا نشوفوا لكم الحل. كما قلنا لكم راهم حلوا الصباح السيت ل 1 2 3، ممكن يعاودوا يحلوا اليوم، ممكن يعاودوا يحلوا غدوه. حنا كي يحلوا رانا ندير لكم فيديو مباشره باللي راهم حلوا هكذا باش تكونوا مع الاوائل وتقلبوا موعد وحدكم. هذا مشكل تاع الاخر نساوه خاوتي، غادي غير تضغط الصوره تاعك هذه ديرها تصغر فيها سيبو، ما يوليش عندك هذا المشكل. الا كان عندكم مشكل واحد اخر خلوه هنا في التعليقات. خبر شباب 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 بزاف اليوم، بزاف الناس اليوم تحصلوا على فيزا، صحاب ال 22 صحاب ال 15 صحاب الطريس عفوا خاوتي، كاع ردوا لهم اليوم تقريبا، مازال اقسم بالله مازال ما رسليش واحد اليوم وقال لي بلي عطوني رفض، كاع تقريبا راه معطيهم، حتى تاع الكانز كانوا كاين اللي قلنا لكم ردوهم وعطاهم الرفض، تما اللي ما ردولهمش اليوم عطاوهم فيزا، تاع الفاندو عطاوهم فيزا. واحد ثاني مطريس خاوتي والله لا مطريس، واحد الفنان راني عاقل الدوسي تاعه الحمد لله يا ربي، شفناه ورقه بورقه وكنا ساعدناه، وما راناش نقول لكم احنا مازال رانا نتعلموا خاوتي والله العظيم، لا مازال رانا نتعلموا كل يوم، رانا نتعلموا معاكم حاجه جديده. انما حنايا
سبب من الاسباب. هذا ما كان احنا سبب من الاسباب رانا نديروا لعلينا وحدنا ما نديروا والو خاوتي، بلا بكم نتوما ما نقدروا نديروا والو. على هذا دائما نقول لكم خاوتي بارطاجو، دير جام، بعث لخوك، بعث لصاحبك، بعث لهذاك مشكل كيما هذا نفروه. علاش رانا نحوسوا نقضوا على حاجه هي بيع المواعيد. ما يجيش واحد يبيع لك المواعيد، ما يجيش واحد يقول لك روح نبيع لك المواعيد. انت وحدك تقدر بالموعد تاعك وحدك، وبالعكس انت تولي تساعد خاوتك باش يقلبوا المواعيد. خاطش علاش؟ انت تعرف تولي تساعد خاوتك باش يقلبوا المواعيد. والله العظيم خاوتي، والله العظيم ما حاجه صعيبه، والله العظيم الا حاجه فري سهله، فري سهله، فري سهله. على هذه احنا دائما نحاولوا نبسطوها، دائما نحاولوا نبسطوها، دائما نجيب لكم كيما نقولوا الاخبار هذه من المصدر، من عند الناس اللي راهي دير، من عند الناس اللي فاتت على هذه المرحله، الناس اللي كان عندهم مشكل في الصوره اعطيناهم هذا الحل داروه الحمد لله يا ربي قلبوا به موعد. على بها رانا نجيبوا لكم حنايا، كون ما صبناش الحل هذا، ما صبناش نيشان وما صبناش الناس دارت به وكل شيء، ما غاديش نجيب لكم حاجه اخواتي من راسي. ولا دوجو حنا المصدر تاعنا يا اما يكون من البيالس ولا كونسيلا ولا من الناس اللي فاتت على هاد المرحله اخواتي، ولا الناس اللي فاتت على هاد المرحله. هكذا حنا توجو نقول لك سقسي المجرب وما تسقسيش طبيب. حنا ماذا بينا حاجه تاع مرض روح للطبيب، بصح حاجه اللي كيما هكا وكلنا نعرفوا فيها الحمد لله يا ربي، كيما ربي كان موفقنا في المواعيد وكنا نقول لكم ها كيفاش وها كيفاش هاوي نسيو باش نحلوا المشاكل هذه اللي راهي في المواعيد. مشكل بعد مشكل، مشكل بعد مشكل. ماذا بينا اخواتي اللي يعرف حاجه اللي نجم يبارطاجي، اللي نجم يدير انت الحاجه ساعد باش اللي تنجم عليه خويا. ما نجمش تساعد، ما نجم دير والو، دعينا ربي خويا، دعينا ربي. هذا ما كان خويا باش حنايا نزيدو نكملوا في هذا الطريق ونزيدو ربي يوفقنا. وغير سمحوا لي باسكو راكم تشوفوا الحمار راه بصح شواله. قلت لكم ووعدتكم الصباح كي درنا هذاك الفيديو تاع المواعيد باللي راه مطلوقين، وعدناكم وقلنا لكم راح ندير لكم فيديو تاع هذا المشكله تاع الصوره. اي مشكله في الموعد رانا هنا، حاجه نجمو عليها رانا هنا، حاجه ما نجموش عليها خاوتي الا غالب حنايا نحاولوا باش نقلعوا هذه المشاكل كاع. بصح الحاجه اللي ما نجموش عليها مثلا كيما يجي واحد يقول لي مراد قول لي وين تيحلوا الموعد، هذه حاجه ما نجمش عليها خويا. انا ما نجمش عليها باسكو انا كيما انت، انا عبد كيما انت خويا، ما نخدم في الكونسيلا، ما نعرف كونسيل، ما نعرف منا ما نجي نكذب عليك، ما نجي نكورك، ما نجي نحوس على المشاهده ندير لك عنوان خاطئ او كل شيء ونجي نعوس على المشاهده. لا قال ها وين تيحل ولا كاين تاريخ محدد، ما هو حطينا في البيرس نجي نعطيه لك خويا. انا علاش ندس عليك خويا؟ انا اقسم بالله، اعوذ بالله من كلمه انا، ما ندش حاجه نعرفها خوتي، والله العظيم ما ندس حاجه نعرفها. الحاجه اللي نعرفها نجيبها ديريكت نعطيها لكم كيما راهي خوتي، كيما راهي نعطيها لكم. قلناها لكم وعاودناها لكم، حنا ما عندناش كيما نقولوا تحت الطابله ولا بريفي ولا روح عندي المكتب ولا ما عندناش هاد الصوالح. حنايا حاجه اللي نجموها باش نخفوا عليكم نسهلوا عليكم على الراس والعين، حاجه اللي ما نعرفوهاش لا غالب خوتي. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، قلناها لكم شحال من خطره ونعاودوها لكم خوتي. سمحونا خوتي على بالي بلي كثرنا عليكم الهضره بزاف. ماذا بينا اي واحد استفاد من هذا الموضوع زيد بارطاجي خويا انت باش واحد اخر يستفاد اللي راه عنده هذا المشكل ينقلع على هذا المشكل هكذا، باش بشويه بشويه نقضوا على هذا الاخر. وان شاء الله بربي يكون يبقى الموعد كيما راه يحل بهذا ويطول له كل شيء، ان شاء الله بربي راح نقضوا على هذا المشكل تاع المواعيد خوتي. نقول لكم بارك الله فيكم والسلام عليكم، وسمحوا لنا لا طولنا.